Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطلبات صف التالت الإعدادي. يلا نكمل part 3 الجزء التالت في unit 1 واللي كان عنوانها Visitors to Egypt. وده هيكون خاص بـ lesson 3 and 4 يعني الدرس التالت والرابع. وطبعا شكل ما احنا عارفين ان الدرس التالت والرابع بنناقش فيه بعض الحاجات شكل language notes الموجودة في موضوع reading. وطبعا اهم حاجه هي اللانجوج فانكشنز اللي موجوده معانا يعني الوظائف اللغويه والوظائف اللغويه دي اللي بيجي لي منها في سؤال السيتويشنز. تعالى كده نشوف بعض اللانجوج نوتس اللي احنا هنشوفها في موضوع الليسننج معانا. واولهم كلمه تراي. طبعا عندنا كلمه تراي بمعنى يحاول او يجرب. تاني كلمه تراي بمعنى يحاول او يجرب. طب هي يحاول غير يجرب؟ ايوه طبعا. قال لي كلمة يحاول بمعنى ان الشيء صعب وهو يحاول ان يفعله فقط لا ينتظر نتيجة بعد ذلك. يعني هو مش عاوز النتيجة من فعل الشيء ايه ولكن هو عايز يعمل الشيء بس لانه صعب. يعني لو انا مثلا عايز افتح الباب لانه صعب ومش عارف افتحه وقلت لحد تاني ان يفتح الباب ده فحاول له please من فضلك try to open the door. تاني try to open the door. طيب هنا جبت ورا try to يبقى try لما يكون معناها يحاول بيجي وراها to plus infinitive يعني to زائد المصدر. تاني try اذا كان معناها يحاول فعل الشيء لان الشيء ده صعب لازم اجيب وراها to plus infinitive يعني to زائد المصدر. اما لو try معناها يجرب ومعنى يجرب هيجي وراها verb ing وهنا معناها انه يجرب شيء للحصول على نتيجة يعني هو ينتظر النتيجة من فعل هذا الشيء. يعني لو انا رحت مثلا للطبيب في الصيدلية وانا تعبان وقلت له I feel sick انا اشعر بمرض فالطبيب هيقول لي try يعني حاول ويقول لي يا ترى try to take or try taking this medicine. طبعا هنا بيسألني هل هجيب ولا try to ولا try هجيب وراها فعل في ing. طبعا هنا اخد الدواء انا منتظر منه نتيجة ان انا اخف او لا يعني انا منتظر من فعل الشيء ده نتيجة. فبالتالي طالما منتظر نتيجة من فعل الشيء فتراي هنا بمعنى يجرب وتراي طالما معناه يجرب هيجي وراها verb plus ing فهنا لازم اقول try taking this medicine. تاني try taking this medicine. طبعا من الحاجات المهمة في الدرس الثالث والرابع هو كلمة make. طبعا كلنا عارفين ان make معناها يصنع. طيب make لما يجي وراها مفعول بيبقى معناها يجعل. تاني make لما يجي وراها مفعول بيبقى معناها يجعل وهنا هيجي وراها حاجة من الاتنين شكل ما قلنا الحصة اللي فاتت. make لو معناها يجعل هيجي وراها يا اما صفة adjective يا اما هيجي وراها infinitive يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات. يعني لما اجي اقول لك the news اللي هي الاخبار made علي يبقى لاحظ هنا made وراها مفعول المفعول بتاعي اللي هو علي يبقى هنا هقول made علي happy يعني جعلت علي سعيد. يبقى لاحظ make مفعول جه وراها صفة ممكن برضه اقول the news الاخبار made علي feel happy يعني جعلت علي يشعر بسعادة. يبقى make مفعول جه وراها مصدر feel يعني ما ينفعش اقول made علي feels ولا ينفع اقول made علي feeling. لا كلمة make مفعول لازم يجي وراها مصدر يا اما يجي وراها صفة. تاني يا اما يجي وراها مصدر يا اما يجي وراها صفة. طبعا من الكلمات المهمة اللي انا هشوفها في موضوع listening هو كلمة feel. feel بمعنى يشعر ومش feel بس ده كل افعال الحواس. افعال الحواس عارفين ان بيجي وراها صفات ما بيجيش وراها احوال. تاني feel بيجي وراها صفة يعني لما اجي اقول لك I felt انا شعرت واجي اقول لك في الاختيارات I felt happy or happily
طبعا هنا عارفين ان الحال بيوصف فعل، ولكن اذا كان الفعل فيل افعال من افعال الحواس اللي بجيب وراها صفه ما بجيبش وراها adverb حال، فبالتالي هقول I felt happy. I felt happy يعني انا شعرت ب. فلما يجي يقول لي when احمد's father died، لما ابو احمد مات he felt، ما ينفعش اقول he felt sadly، غلط، هقول he felt sad. he felt sad. يبقى اذا feel بيجي وراها صفه ما بيجيش وراها حال. عندنا من الافعال المهمه جدا هو verb help. طبعا كلمه help معنى يساعد. انا عارف لما كلمه يساعد بيجي وراها مفعول object يعني، اللي بيجي وراها حاجه من التلاته. تاني help لو جه وراها مفعول بيجي وراها حاجه من التلاته، يا اما هيجي وراها مصدر، يا اما هيجي وراها to زائد المصدر، يا اما هيجي وراها with plus النعم يعني with زائد الاسم. For example على سبيل المثال when I say I helped my mama يعني انا ساعدت ماما، ممكن اقول do the house work، يبقى انا ساعدت ماما في انها تعمل الاعمال المنزليه. يبقى لاحظ هنا do يبقى دي help وادي المفعول يبقى اللي جه وراها مصدر. او ان انا اقول I helped my mother to do the housework يعني انا برضو ساعدتها في ان هي تعمل الاعمال المنزليه. يبقى لاحظ ممكن اجيب المصدر do او to زائد المصدر يعني to do. طيب قال لي لو عايز اجيب الناون، قال لي هنا مش هينفع اجيب to ولا المصدر على طول، هقول I helped my mother. I helped my mother with. طب لو قلت with اقول with the house work يعني في الاعمال المنزلية. يبقى اذا help لو جي وراها مفعول بيجي وراها يا اما مصدر يا اما to زائد المصدر يا اما with plus noun يعني with زائد الاسم. طبعا من الحاجات المهمة اللي انا لازم اعرفها في الدرس ده هو الفرق بين get و arrive و reach. طبعا التلاتة بيجوا بمعنى يصل. تاني التلاتة بيجوا بمعنى يصل. طب انا هفرق ما بينهم ازاي؟ قال لي هفرق ما بينهم على حسب حرف الجر اللي جاي وراهم. يعني get عشان يبقى معناها يصل هيجي وراها to، arrive عشان يبقى معناها يصل هيجي وراها in or at. طبعا ان مع البلاد، اما ات مع السمول بليسز يعني الاماكن الصغيره. عندنا كلمه ريتش ما بيجيش معاها حروف جر خالص. تاني ريتش ما بيجيش معاها حروف جر خالص. يعني اللي هيحكم انا هختار اي واحده من الثلاثه هو حرف الجر اللي جاي ورا الفعل. So when I say I to the station late، بقولي choose اختار من التلاتة دول. I to the station late، انا وصلت المحطة متأخر. طبعا لما ابص هنا هلاقي عندي get و arrive و reach. عشان اختار واحدة من التلاتة هبص وراها، هنا لقيت to فبالتالي يبقى لازم اختار get. طب لو كان قال لي I at the station late، قال لي هنا مش هقدر اختار get خالص، امال هختار مين؟ كنت هقول arrive يعني انا بوصل المحطة متأخر. طبعا لو ما لقيتش in a preposition يعني اي حرف جر يبقى اذا هختار reach وتبقى I reach the station late. يبقى اذا اللي بيميز بين الثلاثة هو حرف الجر اللي جاي وراها او عدم وجود حرف جر. بس لازم الاحظ ان في بعض الكلمات اللي ما ينفعش الثلاثة يجوا معهم حرف جر خالص، شكل كلمة home اللي معناها بيت، وكمان كلمة there اللي معناها هناك. يعني لو جيت هقول get home أو get there، لو arrive هقول arrive home or arrive there، لو عندي reach هقول reach home or reach there. يعني home و there ما بيجيش وراهم حرف جر مع التلات كلمات. طبعا من الفروق المهمة اللي أنا لازم أعرفها في الدرس ده هو الفرق بين another and other. طبعا ده ممكن نكون خدناه قبل كده، another عارفين إن بيجي وراها اسم مفرد، أما other بيجي وراها اسم جمع. So when I say I want cup يعني انا عايز فنجان تاني. طبعا لما اجي اختار هبص على cup هلاقيها مفرد، فاذا لازم اقول I want another cup. طيب لو قال لي I
one to visit countries. طبعا countries هنا بمعنى دول، معناه ان انا عايز ازور دول اخرى. لما هبص على countries هلاقيها اسم جمع، فبالتالي لازم اختار other. يبقى اذا الفرق بين another و other ان another بيجي وراها اسم مفرد، انما other بيجي وراها اسم جمع. طيب فرق كبير جدا بين other و another هو the. طيب لما اجيب the، قال لي the بتيجي قبل other فتبقى the other. the other ما ينفعش اجيب the another. يعني اذا لو جاب لي the هجيب other، وهنا مش هينفع اجيب another. وهنا عادي بقى ممكن يجي وراها singular noun يعني اسم مفرد، او plural noun يعني اسم جمع. يعني لو قلت لك I want the، واديتك في الاختيارات another and other shirt، والله ده انا عايز القميص التاني. طيب قال لي هنا يا ترى هختار another ولا other؟ طبعا هنا هتبدا الناس تشوف شيرت هتلاقيها مفرد فتختار another. هقول لك لا، طالما في ذا قبلها يبقى لازم اقول the other shirt. تاني the other shirt، يبقى ذا بتيجي قبل other، وهنا ما بيفرقش اللي جاي وراها مفرد ولا جمع. تاني I want the other shirt. I want the other shirt. طيب تعال نشوف بالنسبه للارقام. بالنسبه للارقام الجمع ازاي بتيجي مع كلمة other و another؟ تاني ازاي بتيجي مع كلمة other و another؟ يعني لو انا عندي two shirts وانا عايز اجيب two shirts، وهنا بقى الاسم الجمع هتلاقيه جاي عادي مع كلمة another او other، بس الفرق في التركيبة. يعني قال لي لو انا عايز اجيب الرقم الجمع مع other و another، قال لي لو هي another، قال لي يبقى another هتيجي قبل الرقم. يعني هقول another وبعدين الرقم وبعدين الاسم. طيب لو other قال لي هقول الرقم وبعدين other وبعدين الاسم. طبعا الاسم هنا اسم جمع، اسم هنا تاني اسم جمع. فلما اقول لك I want two shirts، يعني عايز قميصين اتنين كمان. خلي بالك الاسم هنا جمع بس في رقم، طالما في رقم يبقى عادي ان انا اقول another و other. طيب هنا هختار another ولا other؟ قال لي طالما جاية قبل الرقم فهي هتبقى another، يبقى هقول I want another two shirts. تاني I want another two shirts. طيب لو قال لي نفس الجملة I want، بس قال لي two الأول وبعدين جاب لي الكلمة في الاختيارات وبعدين قال لي shirts، قال لي هنا هقول I want two other shirts. I want two other shirts. يبقى إذن another و other ممكن يجوا قبل الرقم الجمع. another تيجي قبل الرقم، لكن other تيجي بعد الرقم مش قبله. طيب قال لي انا عندي في other وفي عندي others، ويجي يقول لي ايه الفرق بين الاثنين، other اللي من غير اس واذر اللي فيها اس. قال لي other هيجي وراها اسم جمع شكل ما قلنا، انما another هتيجي other sorry هتيجي بدون اسم. for example when I say some people are rich، يعني بعض الناس أغنية. وبعدين قال لي other or others are poor، يعني بعض الناس أغنية وبعضهم فقراء. طبعا هنا هبص يا ترى other ولا others، هبص على اللي بعدها، لو لقيت بعدها اسم فانا هاخد other، ما لقيتش بعدها اسم فانا هاخد others، فبالتالي هقول others. يبقى هقول others or poor. طب قدر بقى كان فين هوت كلمة people، يعني بعد الأقواس حط لي كلمة people. قال لي لو حط لي كلمة people بعد الأقواس يبقى كنت لازم هختار other people. other people مش هينفع أقول others people. يبقى لو في others ما ينفعش أجيب وراها اسم، لو في other بيجي وراها اسم جمع. يبقى تاني another بيجي وراها اسم مفرد، other بيجي وراها اسم جمع. the بتيجي قبل other وتبقى the other، وهنا ما بيفرقش مفرد او جمع. خلي بالك لان the عمرها ما تيجي قبل another، يعني ما ينفعش اقول the another. طيب عندنا كلمة another و other مع الرقم، another تيجي قبل الرقم الجمع انما other تيجي بعده. عندنا طبعا كلمة other و others، other لازم يجي وراها اسم جمع، اما others ما ينفعش يجي وراها اسم. تعالى بقى من الحاجات المهمة جدا في الدرس الثالث والرابع هي language functions اللي موجودة فيه، لان ده اللي هيجينا في situations. طبعا الـ language functions النهارده بتكلمني عن كلمتين اتنين، هما كلمة suggest اللي معناها يقترح، وكلمة recommend اللي معناها يوصي بيه.
وهنا لازم اعرف الحاجات المهمه الخاصه بالكلمتين دول. تعال نشوف اول حاجه بيشترك فيها suggest و recommend، وهما ان بيجي وراهم verb plus ing. تاني suggest and recommend الاثنين بيجي وراهم verb plus ing. يعني لو انا بقترح عليك قراءه الكتاب هتقول لي I suggest، يعني انا اقترح reading the book، يعني انا اقترح قراءه هذا الكتاب. نفس الكلام ممكن اقول I recommend reading the book، يعني انا اقترح قراءه الكتاب. يبقى اذا suggest and recommend الاثنين بيجي وراهم verb plus ing، يعني ما ينفعش يجي وراهم to زائد المصدر. يعني لو قال لي I suggest to read ولا reading هقول له لا I suggest reading، I recommend to read ولا reading لا هقول له I recommend reading. يبقى recommend and suggest الاثنين بيجي وراهم verb plus ing. طيب لو جه وراهم جمله كامله، يعني لو كلمه suggest او كلمه recommend الاثنين جوا وراهم جمله كامله، اللي هيجي السبجكت الفاعل وبعدين هيجي الانفينيتيف، يعني الجمله الكامله اللي ورا suggest او recommend لازم فعلها يكون في المصدر. تاني الجمله الكامله اللي ورا suggest او recommend الاثنين لازم يجي وراهم فعلهم في المصدر بدون اي اضافات في اصله. For example على سبيل المثال when I say I suggest you visited or visit Aswan. طبعا هنا هشوف كلمة suggest اللي معناها يقترح، هلاقي وراها فاعل، فبالتالي على طول هختار المصدر وانا مغمض. نفس الكلام مع كلمة recommend، لو جاب لي وراها جملة كاملة فعلها لازم يكون في المصدر. تاني لو جاب لي وراهم الاثنين جملة كاملة فعلها لازم يكون في المصدر. طبعا suggest ممكن لو جاب لي فعل وراها ممكن الفعل كمان يبقى should زائد المصدر، يعني ممكن اقول I suggest you should visit. تاني I suggest you should visit Aswan. يبقى اذا هنا suggest و recommend هيجي وراهم verb ing، suggest recommend يجي وراهم جمله كامله فعلها بيكون في المصدر، يعني ما زودلوش اي حاجه. طبعا بالاضافه الى ان كلمه recommend بيجي وراها noun، تاني recommend بيجي وراها noun، يعني لو جه قال لي مثلا what's the best place to buy souvenirs هقول I recommend the bazaar، يعني اقترح عليك البازار. يبقى لاحظ recommend هنا جي وراها noun، يبقى اذا recommend ممكن يجي وراها noun او verb plus ing. تعال بقى نشوف ازاي I'll ask، ازاي انا هسأل for and give recommendation، ازاي انا هعمل توصيات، ازاي انا هعمل توصيات وازاي هطلب توصية او هطلب الاقتراح. طبعا طلبات الاقتراح خدناها قبل كده اللي هي let's و about what about why don't we shall we، ولكن هو مديني في الوحدة دي خاص بكلمة recommend وكلمة suggest ومعانا كمان what's the best. what's the best تعال نشوف اول طريقة هطلب بيها التوصية. تاني اول طريقة هطلب بيها التوصية، في اول طريقه بطلب بيها التوصيه بستخدم ال WH word يعني اداه الاستفهام، وبعدين اقول do you suggest، وبعدين اجيب جمله. تاني اداه الاستفهام do you suggest وبعدين اجيب الجمله الكامله. For example انا عايز اقول اين تقترح ان يذهب احمد لشراء الهدايا التذكارية. تاني أين تقترح أن يذهب أحمد لشراء الهدايا التذكارية. فإذا أداة الاستفهام بتاعتي هتبقى where، يبقى where وأكمل هو do you suggest أحمد، طب أقول to go ولا go، هنا لازم أجيب go، طب أقول go ولا goes، لا هقول go برضو لأن suggest الجملة اللي بتيجي وراها بيبقى فعلها في المصدر، يبقى أقول where do you suggest أحمد go to buy souvenirs، يعني أين تقترح أن يذهب أحمد لشراء الهدايا التذكارية، أين تقترح
أن يذهب أحمد لشراء الهدايا التذكارية. طب أنا عايز أقول مثلا ماذا تقترح أن نأكل، يعني بتقترح أن إحنا نأكل إيه؟ قال لي أداة الاستفهام بتاعتي هتبقى what عادي، هو do you suggest، ثاني what do you suggest. طيب هنا هقول we eat أو we should eat، شكل ما قلت إن عادي جدا إن suggest الجملة اللي يجي وراها تبقى should زائد المصدر أو مصدر بس. فإذا ممكن أقول what do you suggest we eat or what do you suggest we should eat، شكل ما قلت بالظبط هنا where do you suggest أحمد go. يبقى لاحظ سواء كان الفاعل مفرد أو جمع الفعل اللي بيجي معاه بيكون في المصدر، تاني الفعل اللي بيجي معاه بيكون في المصدر. تعال نشوف الطريقة التانية لطلب التوصية، إن أنا هقول do you recommend، تاني do you recommend، وهنا بجيب ورا كلمة recommend يا إما noun يعني اسم يا إما verb plus ing. تاني هجيب ورا كلمة recommend يا إما noun يا إما verb plus ing. يعني لو أنا مثلا بقول للواحد تقترح إن أنا أكل فاكهة، يبقى هقول له do you recommend eating fruit، يعني هل تقترح ان انا اكل فاكهة. طب لو عايز وراها مثلا اسم فهقول له مثلا هل تقترح علي جولة سياحية مثلا مع مرشد، فهقول له do you recommend a tour with a guide. يبقى إذن هنا كلمة recommend جواها verb plus ing أو noun. نفس الكلام برضو كلمة suggest، يعني ممكن أقول do suggest وأجيب وراها verb plus ing do suggest eating fruit، do suggest practicing sports، do suggest playing a sport، do suggest doing exercises. يبقى إذن suggest or recommend الاثنين بيجوا وراهم verb plus ing. من الطرق المهمة جدا لطلب التوصية اللي هي what is the best plus a noun to plus a verb، يعني ايه افضل شيء وبعدين اجيب الفعل الخاص بالشيء ده. For example لو انا مثلا بقول ايه افضل مكان ازوره في مصر، فهقول what is the best، طبعا إنه هنا place، what's the best place to visit in Egypt، يعني ايه افضل مكان تزوره في مصر. طيب عايز اقول مثلا ايه افضل رياضة امارسها، فهقول what is the best sport to practice، تاني what's the best sport to practice، يعني هي افضل رياضة امارسها. طيب لو عايز اقول ايه هي افضل فاكهة كلها، يبقى اذا هقول what is the best fruit to eat وكذلك. يبقى اذا طريقة من طرق طلب التوصية هي what's the best وبعدين النون وبعدين to plus الverb. طيب تعالى لطريقة تانية وهي is there a good، وبرضو دينا النون وبعدين to plus infinitive to زائد المصدر. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي is there a good place to visit in Egypt، يعني هو في مكان كويس ازوره في مصر، تاني is there a good place to visit in Egypt، هو في مكان كويس ازوره في مصر. نفس الكلام ممكن اقول is there a good sport to practice، ممكن اقول is there good fruit to eat.
يبقى إذن هنا دي طريقة تانية من طرق طلب التوصية هي is there وبعدين a good وبعدين noun وبعدين to plus الverb to زائد المصدر. طيب ده بالنسبة لطلب التوصية لو أنا عايز أنا اللي أطلب التوصية. طيب بقى لو أنا هعمل giving لو أنا اللي حدي recommendation لو أنا اللي حدي التوصية. قال لي لو انا لحد التوصية الموضوع بسيط جدا وسهل جدا يعني ومتاح وفي حاجات كتير يعني عادي جدا ان انا اقول you can عادي جدا ان انا اقول you should وانا عارف ان can و should بيجي وراهم الانفينيتيف يعني المصدر. طيب ممكن اجيب I suggest انا اقترح احنا خلاص اتفقنا suggest or recommend الاتنين هجيب وراهم verb plus ing دي حاجة او ان انا اجيب subject اللي هي الجملة الكاملة فاعل وبعد الفاعل هجيب وراها infinitive يعني مصدر الفعل بدون اي اضافات او ان انا اقول الاجابة بتاعت اللي فوق the best وبعدين النون وبعدين to plus infinitive وبعد كده هجيب is يعني المكان ده والشيء ده is وبعدين اجيب تكملة الجملة. For example على سبيل المثال هو جي قال لي your friend asks you يعني بيسألك to recommend a place to visit in Egypt يعني صديقك بيطلب منك او بيطلب منك توصية بمكان يزوره في مصر. يبقى اذا كل الحاجات دي متاحة عندي ممكن اقول له you can you should I suggest recommend the best place كل الطرق دي ممكن استخدمها لما اجي ادي توصية recommendation بالمكان يعني ممكن اقول له you can or you should visit Luxor. جميل. ممكن اقول له I suggest. يعني انا اقترح واجيب وراها verb plus ing by suggest visiting Luxor. يعني انا اقترح زيارة الاقصر. عادي جدا ممكن اقول له I suggest you visit Luxor. اقترح ان انت تزور Luxor or I recommend you visit Luxor. Or the best place to visit in Egypt is Luxor. تاني the best place to visit in Egypt is Luxor. تاني the best place to visit in Egypt is Luxor. بالمنظر ده the best place to visit in Egypt is Luxor. يبقى اذا دي الطرق المختلفة لإعطاء التوصية. وهنا لازم اخلي بالي في situation. يا ترى انت اللي بتطلب التوصية ولا حد غيرك اللي بيطلب التوصية وانت بتوصي. عشان من الحاجات المهمة جدا يجي يقول لي you are asked. يعني انت انطلب منك. طالما هنا الكلام مبني مجهول يبقى انت اللي اتسألت او انطلب منك. معناها ان انا اللي بدي التوصية او بدي النصيحة. تاني انا اللي بدي التوصية او بدي النصيحة. يعني يجي يقول لي you are asked to recommend a story to read. يعني انطلب منك بالتوصية بقصة عشان تقراها. فاذا هنا لما يقول لي you are asked يعني انت انطلب منك معناها انت اللي هتقدم التوصية. تلاقي الناس كتير هتبدأ تقول What's the best story to read? أو إنها تقول Which story do you suggest I read? Or which story do you suggest reading? خلاص. طيب هنا لازم أخلي بالي إن بقولي You are asking يعني أنت اللي بنطلب منك التوصية معناها إن أنت اللي هتوصيه. فإذا هقول I recommend you read Black Beauty. يعني
اقترح او اوصي ان انت تقرا بلاك بيوتي. طيب اذا هنا جاب لي فاعل ولا ريكومند، هيجيب لي وراها مصدر على طول، ودي الطريقه اللي انا بطلب بيها التوصيه وبقدم بيها كمان التوصيه. تعال نشوف بقى تطبيق في بيج 31، في صفحه 31 في كتاب جيم على اللانجوج فانكشنز دي. بيقول لي finish the following dialogue. A tourist is talking to an assistant at the tourist information center in Hurghada. طبعا بيقول لي ان في سائح بيتكلم مع المساعد او الموظف في مركز المعلومات السياحيه في الغردقه. فالاسيستنت بيقول له may I help you؟ ممكن اساعدك؟ قال له yes please I want to stay here for 2 weeks. بيقول له انا عايز اقعد هنا لمده اسبوعين اتنين. وبعدين سأله سؤال، فلما سأله قال له you can stay in a hotel or in the youth hostel. اذا هنا واقترح عليه مكانين اتنين. اذا المفروض التورست فوق طلب مكان يقعد فيه، يبقى اذا ممكن استخدم اي اسلوب من اساليب السؤال عن التوصية. فاذا هقول له where do you suggest I stay. تاني where do you suggest I stay، يعني تقترح ان انا اقعد فين. or where do you recommend I stay or where do you suggest I should stay. قال لي you can stay in a hotel or in the youth hostel. فقال له which one is it cheaper. طبعا ده سؤال بيعتمد على قرايتي للreading او listening سماع. فبقول لي which one is cheaper، طبعا عارفين ان مين الارخص، اليوث هوستل، يبقى اكيد هختار the youth hostel اللي هو نزل الايه، نزل الشباب. طب قال له can I try any water sports، هو انا ممكن اجرب اي رياضات مائيه. of course، هو قال له بالطبع، واكيد هيقترح عليه رياضه. فهقول له you can try windsurfing مثلا، او اي رياضة، سكوبا دايفين، سيلين، اي حاجة. فسأله سؤال قال له the best place، شوف the best place to buy souvenirs is. يبقى اذا هنا هو اكيد طلب منه توصية بايه هو افضل مكان يقدر يشتري منه هدايا تذكارية. واحنا عارفين ما هو افضل مكان، اسمه what is the best place to buy souvenirs، يعني افضل مكان اقدر اشتري منه هدايا تذكاريه. تعال نشوف situations بيجيلي ازاي. بقول له write what you'd say in each of the following situations. you ask، يبقى اذا انت اللي بتطلب. you ask your friend to recommend you a place to buy souvenirs. طبعا في هنا اكتر من طريقه، ممكن اقول له what's the best place to buy souvenirs، ممكن اقول له كمان do you recommend a place to buy souvenirs، ممكن اقول له where do you suggest I buy souvenirs. كل ده ممكن استخدمه. فهنقول مثلا what's the best place to by souvenirs. طيب تعال نشوف اللي بعدها. بقول your friend asks you to recommend a place to go on Friday، يعني بيقترح، يعني صديقك بيطلب منك توصية. يبقى اذا هو اللي بيطلب التوصية بمكان يروحوا فيه الاجازة، يبقى اذا انت اللي هتدي التوصية. فمثلا هقول I recommend، طبعا مش شرط recommend، ممكن اقول I suggest، ممكن اقول you can. So I recommend يعني أنا أوصي بي all going to the theater، يعني أقترح إن أنت تروح لإيه؟ المسرح. يبقى إذا هنا recommend جي وراها verb plus ing. طب لو قلت I recommend you فأقول I recommend you go، لأن لو جي وراها جملة كاملة فعلها بيكون في المصدر. number 3 بيقول لي recommend a nice place for your pen friend to visit in Egypt. برضو بقول لي انت اللي وصي بمكان زميلك يقدر يزوره في مصر. فهقول له you can or you should visit
the pyramids يعني تزور الأهرامات، تاني يعني تزور الإيه؟ الأهرامات أو أي مكان من شرط الأهرامات. Your sister wants to read a story and she asks you to recommend her one. عايزة تقرأ قصة وهي اللي بتطلب منك خلاص إن تقرأ إيه؟ فطبعا هقول لها I recommend you read Black Beauty. يعني أوصيك إن أنت تقري Black Beauty. You suggest Alibaba restaurant for having lunch with your friends. يعني أنت بتقترح مطعم علي بابا لتناول الإيه؟ الغداء مع أصدقائك. يبقى إذن أنت اللي بتقترح، تاني أنت اللي بتقترح، يبقى إذن أنا اللي هقدم الاقتراح، فهقول I suggest having lunch at Ali Baba restaurant، يعني في مطعم علي بابا. طيب number 6، a tourist wants to buy a guidebook recommend a place. برضو هنا بقول لي انت اللي هتقترح مكان، يبقى اذا انت اللي بتقدم الاقتراح فاكيد هقول له you should go or you can go to، بيجيب من الجايد بوك a tourist information center. So the tourist, so the tourist information center، يعني هنروح مركز المعلومات السياحية. اللي جاي دي مهمة جدا بقى، لان بيقولي you're asked. You're asked يبقى يعني انت اللي اتسألت او انت اللي انطلب منك انك تقترح، يبقى اذا هنا مش انت اللي بتعمل الاقتراح، سوري مش انت اللي بتسأل او بتطلب الاقتراح، لا انت اللي بتقدم الاقتراح لان الكلام مبني مجهول. You suggest going، sorry you are asked، you are asked to suggest a place to visit at the weekend، فحول I suggest يعني انا اقترح واجيب وراء verb plus ing visiting the museum، يعني انا بقترح مثلا ان احنا نزور المتحف. ودي الطريقة اللي كنت بقدم بيها توصيات او انا اللي بطلب توصيات. تعال بقى نشوف تطبيق الكلام ده عملي في listening text. بيقول لي طارق talking to his father. طارق says look father، بص يا بابا كده those tourists are lost. طبعا كلمة lost بمعنى تايه، تاني كلمة lost بمعنى تايه، فبيقول لي are lost. فالفاذر قال له yes we should help them، يبقى ده بسميه نصيحة. We should help them يعني لازم نساعدهم. Excuse me، من فضلكو do you need any help، do you need any help، وده بسميه خلاص عرض مساعدة. Offering help، do you need any help، can I help you، how can I help you، كل ده بستخدمه لما اجي اعرض المساعدة. فالومن قالت oh thank you we're looking for the tourist information center. والله ده احنا بنبحث عن ايه؟ التورست انفورميشن سنتر. وخلي بالك من كلمة look for، look for معناها يبحث عن، لان طبعا look بيختلف معناها على حسب حرف الجر اللي وراه. ان عندي look for يبحث عن، لو انا قلت look at بقت معناها ينظر الى، لو انا قلت look after بقت معناها يعتني بي، لو انا قلت look up هيبقى معناها يبحث عن معنى كلمة في قاموس. طيب لو انا قلت look like قال لي هيبقى معناها يشبه. يبقى اذا look بتختلف على حسب البروبوزيشن اللي جاي وراه. طب فهنا بيقول لي looking for the tourist information center، فالفاذر قال له it's not far from here but it's closed. وطبعا كلمة closed الأبز بتاعها open مش opened، يعني open مفتوح closed مغلق. فقال لي can we help you، برضو عرض عليه المساعدة تاني، قال له thank you it's our first trip to Egypt، ده رحلتنا الأولى لمصر. You see there's so much to see and do here، يعني في حاجات تقدر كتير تقدر تقوم بيها وتشوفها هنا. We don't know what to do first we're interested in، بخلي بالك من interested، interested بيجي مع حرف الجر in، و interested in بيجي وراها verb plus ing او noun. فبقولي we're interested in all the ancient sites، يعني مهتمين بكل
المواقع الأثرية and famous places والأماكن المشهورة. طبعا هنا بقى تعال نشوف هو بيطلب منه توصية. Where do you suggest we start؟ يعني تقترح ان احنا نبدأ منين؟ خلي بالك لما جه ورا suggest فاعل، الفعل ده في المصدر. I suggest that you visit مصدر the museum، يبقى ده تقديم توصية. I suggest that you visit the museum. It's a good place to learn. It's a good place to، وتو هنا هيجي وراها مصدر. It's a good place to learn all about the things you will see at the ancient sites. فالهمم بتقول that's a good idea. الله ده فكرة جميلة خالص. When we're at an ancient site, do you recommend، برضو طلب توصية. Do you recommend a tour with a guide؟ وخلي بالك recommend هنا جي ورا النون اسم. Do you recommend a tour with a guide؟ فالفاذر قال yes, that's a very good idea. يعني فكرة رائعة، فكرة جيدة. The guides can tell you a lot of interesting things about a place. يعني ممكن يقول لكم حاجات كتير قوي عن المكان ومعلومات شيقة عن المكان. I also recommend you buy. برضو لما جي ورا recommend فعل جي وراها مصدر، سواء كان الفعل ده مفرد او جمع خلاص او اي ضمير. A guide book. طبعا guide book اللي هو الدليل. You can buy one at the tourist information center when it opens. عندما يفتح. فالمعنى okay. We also want to go shopping. خلي بالك ان go بيجي وراها verb plus ing شكل ما قلنا، ورياضات الفا ing يجي معاها go. What's the best place to buy؟ يبقى ده طريقة لطلب التوصية. What's the best place to، زائد المصدر to buy souvenirs. Do you recommend going to the bazaars؟ يبقى لاحظ ان recommend لما يجي وراها فعلا باش لازم يكون ing. فقال yes you should go to the bazaar. In the old part of the city, there are lots of crafts to buy there. طبعا قلنا الكرافتس اللي هي التحف او الاعمال اليدوية. فبقولي lots of crafts to buy there. فالومن قالت that sounds good. Oh, one more thing. حاجة بقى زيادة. Is there a good place to eat near the museum؟ هو في مكان، خلي بالك تو زائد المزرعة، to eat near the museum، مكان ناكل فيه بالقرب من المتحف. It's nearly lunch time and we're really hungry. أو والله لأن ده وقت الغداء وإحنا خلاص جعانين. فالفاذر the best place to try traditional Egyptian food is the cafe opposite the museum. يعني القهوة اللي قصاد المتحف. Have a good day. يعني استمتعوا بوقتكم. You too. Thank you very much. وقال له طبعا أشكرك جزيلا. وده كان موضوع listening. يبقى نقرأ موضوع listening مرة واثنين، وبعد كده ان شاء الله هتحل لي page 29 page 33 page 34، هتعمل لي ال paragraph اللي في صفحة 36. طبعا في صفحة 37 هتلاقي الأسئلة الخاصة بطلاب الأزهر. 38 هتلاقي test 1 or test in unit 1. طبعا التست هتحله لي كله ان شاء الله. تاني التست هتحله لي كله ان شاء الله. تعالى بقى ان شاء الله نشوف حلول التدريبات بتاعت المرة اللي فاتت او اللي احنا خدناها واجب الحصة اللي فاتت. ياريت الكل يكون حل عشان نراجع هل الحلول انت حليتها دي صح ولا غلط، ولو صح صح ليه، ولو غلط برضو غلط ليه. تعالى نشوف لتشوز بيج 18 صفحة 18. بيقول لي the student، طبعا ده في كتاب جيم، بقول the students usually stay in a youth، طبعا واخدين نزل الشباب اسمه youth hostel. youth hostel. number two is an underwater activity، يبقى نشاط تحت الماء. طبعا نشاط تحت الماء في ده كله بيبقى السنوركلينج. خلي بالك ان ده اسمه driving مش diving. تاني diving. طب تعالى number three، بقول when tourists want to know something about the country they are visiting they go to that. طبعا عشان اعرف اي حاجة عن البلد اللي انا بزورها لازم اروح لي التوريست انفورميشن سنتر. اللي بعدها I went to the police to report that someone stole my car. عايز ابلغ ان في حد سرق العربيات. كلمة stole يعني سرقة. my car سيارتي. طبعا هروح اكيد للpolice station لمركز الشرطة. number five are good places to buy souvenirs. طبعا اماكن جيدة لشراء الهدايا. طبعا الاماكن الجيدة لشراء الهدايا هي البازارز. البازارز. A bazaar is
place where you can go. طبعا البازار ده مكان. go إنه go be go رفع الف إن جي. طبعا هناك أكيد هعمل go shopping. طبعا هتسوق. اللي بعدها بقول when you travel to a place don't forget to buy to remember this place. طالما بشتري حاجة عشان أتذكر المكان يبقى دي أكيد اسمها souvenirs يعني هدايا تذكاري. A tourist should sun cream when it's very hot. وقلنا هنا خلي بالك مفيش بوت ولكن بيجيب له where اللي بتدينا معنى بوت في الجملة دي. يبقى wear sun cream. اللي بعدها بقول should be nice to the who come to our country اللي بيجوا لبلدنا يا اما tourists سياح يا اما visitors يعني زوار. اللي بعدها بقول it's a good idea to go windsurfing when it's طبعا انا بروح ويند هي اسمها اصلا windsurfing يبقى اكيد الجو لازم يكون windy يعني عاصف عشان المركب تقدر تمشي بالسرعة. Number 11 it's to stay in a youth hostel you won't pay much money. طبعا it's اليوث هوستل قلنا ماله inexpensive يعني رخيص مش غالي انما الاكسبنسيف الهوتيل. نمبر 12 everyone should follow their parents. خلي بالك الابوستروفي هنا جاي بعد الاس عشان البيرنتس اسم جمع في نهايته اس فبحط له ابوستروفي فعشان كده اقول my parents advice. خلي بالك اللي بيجي بعد ابوستروفي اس الملكيه او صفه الملكيه هو اسم فعشان اجيب فعل فبالتالي هختار advice. تعال نشوف page 22 صفحه 22. Hiba is talking to Sara about buying souvenirs. طبعا بيقول لي ان هبة بتتكلم مع سارة عن شراء الهدايا التذكارية. فهبة بتقول لها Hello Sara, how are you? فقالت لها Hello هبة. طبعا الرد على How are you? I am fine. Thanks. يعني انا بخير شكرا. فهبة بتسألها سؤال قالت لها I'm going to do. طبعا going to هنا معناها سوف. ليه؟ لان جاي وراها مصدر. فبقول I'm going to do some shopping يعني انا راح اتسوق. طيب انا سألت شخص سؤال فقال لي انا رايح اتسوق يبقى اذا كنت قايل له ماذا سوف تفعل. جميل الكلام. او اين انت ذاهب بس هنا لان going to معناها سوف فانا هقول ماذا سوف تفعل. طيب ماذا يعني what يبقى كده اداة الاستفهام. هنزل حلاقي I am او مطلع انا على طول are you. يبقى what are you going to لازم تيجي شكل ما هي لان معناها سوف. يبقى what are you going to do. What are you going to do يعني ماذا سوف تفعل. لما اسأل عن الفعل دايما بسأل عنه بكلمة what واجيب مكان الفعل do والفعل هنا do فهيجي do شكل ما هو. طيب بتقول لها what do you want to buy. ماذا تريدي ان تشتري. هو انت عايزة تشتري ايه. فقالت لها I want to buy souvenirs عايزة اشتري هدايا تذكارية. وسألتها سؤال قالت لها you can buy them from خان الخليلي يعني انت تقدري تشتريهم من خان الخليلي. طبعا هنا اكيد طلبت منها توصية. تاني اكيد طلبت منها توصية يعني اشتريهم منين. خلاص فهتقول لها where can I buy them. طب هي لازم دي بس. قال لي لا Where do you suggest I should buy them or I buy them. خلاص ممكن اقول Where do you recommend I buy them. Where can I go to buy them. كل دي اسئلة طبعا. فقالت لها Can you come with me. Can you come with me. ممكن تيجي معايا. فأكيد هتقول لها Yes of course يعني نعم بالطبع or sure يعني بالتأكيد. تعال نشوف السؤال الثاني. Choose. اسماعيليه has a cheap youth where you طبعا لسه بنقول اسم youth hostel. اللي بعدها is an office for people who catch thieves. طبعا لما بقرا التعريفات بلاقي الموضوع معايا سهل قوي هنا فبالتالي a police station. I can't try because it's not windy. طبعا طالما الجو مش عاصف يبقى مش هقدر اجرب ايه في دول مش هقدر اجرب الويند سيرفنج. اللي بعدها pupils study their lessons every day. Pupils study their lessons every day. دي حاجة كويسة طبعا فلازم أقول should. طيب is a market or a group of shops. طبعا ده سوق أو مجموعة من المحلات ده بسميه دايما البازار. اللي بعدها my mother uses a to clean our dirty clothes. طبعا بتستخدم ايه عشان تنظف ملابسنا المتسخة. أكيد هيبقى washing machine
اللي هي الغسالة. تعال نشوف الراي ده. نمبر 1 بيقول I advise you to visit Minya. بيقول استعمل should. طبعا عشان استعمل should يبقى لازم اشيل I advise you. قلت لازم اخلي بالي هنا النصيحة موجهة ليك انت، فاذا هقول you should visit Minya. تاني you should visit Minya. نمبر 2 you had better eat healthy food. You had better eat healthy food. يعني انت المفروض تاكل طعام صحي. بقول استعمل if. انا عارف ان if النصيحة اسمها if I were you، ودي نصيحة بالإثبات، يبقى هقول I would. طب I would هتيجي معاها مصدر يبقى eat. So I would eat healthy food. Healthy food. Number 3 it's not a good idea to eat many sweets. يعني مش فكرة جيدة انك تاكل ايه حلويات كتير، فبقول استعمل shouldn't. يبقى هشيل it's not a good idea وابدأ ب you واقول you. طبعا هنا ما حددليش النصيحة لمين، خلاص هبدأ ب you واقول you shouldn't eat many sweets. You shouldn't eat many sweets. يبقى خلي بالي هنا ان كلمة sweets جمع، جاء قبلها many. sweets جمع وملوش مفرد. تاني sweets جمع وملوش مفرد. طيب تعال نشوف how to write an email of about 110 words on your trip to Hurghada. احنا قلنا يا جماعة ان الايميل مهم جدا، من الحاجات اللي لازم اخلي بالي منها هي بتنكتب ازاي في الامتحان. قلت اهم حاجة في الايميل ان انا اكتب الايميل addresses to from and about. to from about. طيب to لو ما جابليش ايميلات هكتب اسامي عادي جدا. انا قال لي your name is Sammy and your friend's name is حازم، يبقى to حازم from Sammy. لو جابلي ايميلات طبعا بكتب الايميل. about او subject. subject طبعا اللي هو الايه الموضوع، يعني ممكن يجي دي او دي subject or about. طبعا هنا بقول لي your trip، يبقى your هخليها my. all my trip to Hurghada. طب وبعدين قلت بعد ما اكتب العنوان وعن ايه ببدأ بدير والاسم. يعني هنا انا باعت لمين؟ انا هنا باعت لحازم، يبقى اذا هقول دير حازم، عزيزي حازم كما. قلت اول حاجة لازم اكتبها في الايميل how are you. يعني ايه how are you؟ كيف حالك. وبعدين اكتب I'm happy، يعني انا سعيد to send you، ان انا ارسل لك this email، الايميل ده. طيب خلاص ده ثابت في كل ايميل. ابدأ بقى اكتب عن الايميل بتاعي. قلت لكم يا جماعة طالما بكتب عن اي رحلة هقول انا رحت امتى. تاني يبقى لازم اكتب ميعاد الرحلة. يعني اقول مثلا I went to Hurghada last week. I went to Hurghada last month. I went to Hurghada last year. Or I visited. I visited Hurghada last year, last month, last week. ودي الميعاد. بعد كده لازم الجملة التانية تبقى مع مين. تاني الجملة التانية مع مين. يعني لما اقول I went with my family. I went with my friends. I went with my family or friends. اي حاجة او اذكر الناس اللي انا رحت معهم. بعد كده بذكر الوسيلة اللي انا رحت بيها في جملة، فاقول وي بقى لان انا خلاص جمعت ناس معايا، فابدأ اقول we went by car, we went by taxi, we went by coach, we went by bus, we went by train. اي حاجة طبعا ببدأ اكتب الوسيلة بتاعتي في جملة. طبعا هنا ببدأ ميعاد، بعد كده ميعاد بدء الرحلة. يعني اقول مثلا we started our journey at 7 o'clock. تاني we started our journey at 7 o'clock. We started our journey at 8 o'clock. ببدأ بعد كده اجيب جملة فيها ميعاد الوصول. ميعاد الوصول يعني we reached Hurghada at 8 o'clock. We reached at 7 o'clock. We reached. واجيب الايه؟ واجيب ساعة الوصول. طيب بعد كده بقول خلاص مكان
المكث. يعني ايه مكان المكث دي؟ يعني انتوا قعدتوا فين؟ يعني اقول we stayed in a hotel. We stayed in a hotel يعني احنا قعدنا في فندق. خلاص لو عايز تجيب المدة اللي انت قعدت فيها ماشي، يعني we stayed for 3 days for 4 days على حسب الايام اللي انت قعدتها. مهم جدا بقى ان انا اكتب عن النشاطات، النشاطات اللي انت اديتها هناك. يعني انا ممكن اقسمها ايام، يعني اقول مثلا the first day في اليوم الاولاني we went windsurfing، يعني احنا رحنا نعمل ركوب امواج. we went sailing، رحنا sailing. we went to the beach، رحنا الشاطئ. يبقى مهم جدا ان انا اجيب النشاطات اللي احنا قمنا بيها، ودي لازم اتوسع فيها، اجيب كل النشاطات اللي انا ممكن امارسها في الغردقة. بعد كده ممكن اقول المدة اللي احنا قعدناها. خلاص we stayed for 3 days، قعدنا 3 ايام. we stayed for 4 days، قعدنا 4 ايام. ممكن انهي واقول it was a nice trip، يعني كانت رحلة رائعة. وممكن اقول برضو جملة واقول احنا رجعنا امتى. طيب في الاخر طبعا ممكن اكتب see you soon، يعني اراك لاحقا. وممكن اكتب yours، طبعا دي ثابتة، واسمي انا اللي انا حمضي اللي هو مين يا حبايبي؟ سامي. يبقى كده انا عرفت ازاي اكتب الايميل. مهم جدا العناوين، dear والاسم سابتا، how are you سابتا، I'm happy to send you this email سابتا، وابدأ اكتب المعلومات عن العنوان اللي هو الدهولي. اكتب بقدر ما استطيع. في نهاية كل جملة لازم full stop. خلاص وبداية كل جملة لازم capital letter، يعني حرف capital. لاحظ ان dear والاسم تحت العنوان، لما اجي ابدأ اول سطر ببدأه من تحت الاسم. خلاص مش من تحت، مش من اول السطر، من تحت الاسم، وبعد كده بكمل السطر عادي خالص. ودي الطريقة اللي انا بكتب بيها الايميل. تعال نشوف بقى التمارين اللي موجودة معانا في كتاب المعاصر. طبعا احنا هنلاقي معظم التمارين تقريبا متشابهة. بقول you can buy to remember a place، عشان افتكر مكان اكيد هشتري سوفينير، يعني هدايا تذكارية. can be practiced on water when it's windy، يعني ممكن نمارسها على المية لما تكون windy، يبقى اكيد قلنا الويند سيرفينج. I like to sleep in a tent، عايز انام في خيمة. when I go to a، لما بروح اباع ببقى عايز انام في خيمة، يبقى الكامب اللي هو المعسكر، لان في الفندق انا بنامش في خيمة. you can with your head in the water when you go snorkeling so you can breathe، قلنا breathe يعني يتنفس. تاني breathe معنى يتنفس. اللي بعدها بقول you can go from a boat، you can go from a boat، اللي بيبقى من البوت بيبقى fishing، يعني ممكن اصطاد وانا في القارب. اللي بعدها bazaar is or a group of shops، يبقى اذا market، قلنا market معنى سوق. is an office for people who catch thieves، طبعا قلنا المكان اللي بيمسكوا في الحرامية ده بسميه البوليس station. number 8 I can't try windsurfing because it's not، لان الجو فيه ما بيبقاش. so because it's not windy، لان الجو مش عاصف، عشان امارس الويندسيرفينج لازم الجو يكون windy. طالما مش windy يبقى مش هقدر امارسها. the youth costs little money، يعني بيكلف فلوس قليله، ده اسمه اليوث هوستل. اللي بعدها is an underwater activity، يعني نشاط تحت الماء، ده بسميه snorkeling. لاحظ ان معظم التمارين متشابهة مع تمارين جيم. you should snorkeling at or get، طبعا قلنا السنوركلينج دي رياضة، يبقى ممكن اقول try. try snorkeling يعني تجرب. the next you can go on water، so on water not in water. طبعا الحاجات اللي انا بعملها على on water اللي هو sailing خلاص، لكن السويمينج والسكوبا دايفينج والسنوركلينج بيبقى in water، يبقى ايه تاني يا جماعة؟ in water. تعال نشوف مع بعض general exercises. احمد and مروة are talking about the mid-year holiday، فاحمد بقول where are you going next week؟ قال له I'm going to get، يعني انا رايح الغردقة. فقال له with my sons، with my sons عبدالله and علي، يبقى المفروض هنا كان بقول له انت رايح مع مين. تاني لازم يقول له انت رايح مع مين، طبعا الاشخاص بسأل عنهم بكلمة who، يبقى اذا هقول who are you going with. تعال نشوف كونت السؤال ده
ازاي؟ انا سألت بهو. جميل الكلام. طيب طالما انا سألت بهو يبقى على طول I am هتبقى are you، يبقى هو are you going، واجيب حرف الجر with يعني انت رايح مع مين. Where will you stay there؟ اكيد طالما رايح هناك يا اما هقعد في فندق يا اما هقعد في youth hostel. يبقى لو انا كتبت a hotel ماشي، طبعا بدي short answer، او a youth hostel يعني نزل شباب، برضو يبقى الاجابة بتاعتي صحيحة. طيب قال له yes I'll go fishing in a boat besides يعني بالاضافة لذلك، اكيد يبقى هيجيب رياضة كمان. يبقى اكيد هو طلب منه وقال له هل انت، لان قال لي yes، يبقى قال له هل انت هتذهب للصيد؟ هنا الاجابة بيس، فبالتالي السؤال بتاعي يبدأ بفعل مساعد. الفعل المساعد بتاعي هو will، فاذا هقول ها will واي هتبقى you، فاذا will you go fishing، ولو عايز اكمل هقول will you go fishing in a boat. طيب قال له besides يعني بالاضافة الى ذلك، خلاص طبعا besides هنا بيجي وراها الناون، فهقول besides اجيب اي رياضة تانية، مثلا هقول when surfing او snorkeling او scuba diving اي حاجة. will advise your sister not to spend much time watching TV. طبعا هنا النصيحة بالنافي، يبقى اذا هقول you shouldn't، وبعدين قال لي هجيب وراها المصدر اللي هو spend much time watching TV. اللي بعدها your younger brother wants to look at the sun advise him، عايز ينظر للشمس، يبقى هقول له you، قلنا قبل كده you should ايه يا حبايبي، ها you should wear sun glasses، يعني المفروض تلبس ايه، ها نظارة شمس، او if I were you I would wear sunglasses، او you had better wear sunglasses. number 3 will your friend wants to get high marks and asks for your advice، عايز يحصل على درجات عالية وبيطلب منك النصيحة، يبقى اكيد هنصحه ان هو مثلا يذاكر بايه، بجد، فهقول له if I were you، عشان الناس ما تملش بقى وتقول هي طريقة واحدة، if I were you I would study hard، يعني لو انا مكانك هذاكر بجد. طيب نمبر 3 بيقول لي people who go a often sleep in tents، طبعا بيناموا في خيام، يبقى اكيد مين اللي بيعملوا camping. نمبر 2 when tourists want to know something about the country they are visiting they go to the، خلاص قلنا tourist information center. نمبر 3 is an inexpensive place where young people can stay، طبعا قلت ده بسميه youth hostel لان قال لي young people، وinexpensive كمان يعني مش غالي. تعال نشوف نمبر 4 there is a lot to do and many different places to a n or gather، طبعا الاماكن هنعمل فيها ايه اكيد to stay او ان يجي حاجه تانية ممكن اقول visit. طيب اللي بعدها بيقول لي Urgada had some beautiful where you can visit and have fun، يبقى اكيد الغردقة فيها بعض الايه الجميلة اللي انت ممكن تسبح وتمرح. طبعا هنا طالما هتسبح يبقى اكيد دي ايه beaches، يعني ايه beaches شواطئ. You too much in the sun طبعا هنا المشي كتير في الشمس صح ولا غلط؟ اكيد غلط، فعشان كده هقول you shouldn't walk. It's important for us not to arrive late، طبعا هنا صح مين؟ لينا احنا، يبقى المفروض ابدا بمين؟ we، واقول we shouldn't arrive late يعني المفروض ما نوصلش متاخر. طب تعال نشوف اللي بعدها I want to keep fit what do you advise me to do. هنا جاب لي الريرايد في صيغه سؤال وبيقول لي what do you advise me to do، عايز استعمل should سؤال خالص، يبقى هقول what should، يعني should هو الفعل المساعد، خلاص انا بطلب انا منه النصيحه، فبالتالي هقول what should I do، فبالتالي I want to keep fit what should I do. he advises his friend to stop smoking should، تاني he advises his friend to stop smoking يعني هو بينصح صديقه ان هو يتوقف عن التدخين. يبقى انا لما اجي استعمل should هقول his friend، نصيحة موجهة لصديقه، يبقى his friend should stop smoking again his friend should stop smoking. وبكده يبقى احنا انتهينا من حل الاكسرسايزز في كتاب جيم وكتاب المعاصر
اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا فهمتوا، اوعوا تنسوا تحلوا التدريبات اللي قلنا عليها، لان بارت 4 ان شاء الله في الوحده دي هيكون حل باقي التدريبات بتاعه ليسن 3 و4 وكمان التست، وبرده في الكتابين كتاب جيم وكتاب المعاصر. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اضغط على الجرس وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات ان شاء الله وبلغ كل زمايلك. Goodbye. السلام عليكم.